ارتاح ارتاح واصل كفاح ارتاح ارتاح واصل كفاح ومستغفر ارتاح ارتاح واصل كفاح ومستغفر ارتاح نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار المهنيين بالمغرب، كيف ما تتبعتيه بأن اليوم كانت الجلسة الافتتاحية ديال المؤتمر الثامن، الأشغال غادي تبدا اليوم إن شاء الله بالليل عاوتاني نهار 11 اليوم بالليل و12 و13، أولا فيها واحد المجموعة ديال الإشارات في أولا قدرنا نحققوا التوصيات اللي كانت عندنا في المؤتمر السابع، اليوم لمسوها التجار على أرض الواقع. من بين التوصيات هو الملف ديال التغطية الصحية، اليوم اللي مجموعة من التجار اللي تيستافدوا من التغطية الصحية اللي فاقوا أكثر من 300 ألف تاجر اليوم تيستافدوا من التغطية الصحية، كذلك الملف الضريبي اللي كنا شاركنا في المناظرة الوطنية الضريبية اللي كانت في 2019 وكان عندنا ملف مطلبي ومن بين التوصيات ديالو عدالة ضريبية لهذه الفئة من المجتمع، اليوم تتحقق هذا المطلب ديالنا، اليوم التجار ديالنا تجار القرب اللي ما تيفوتوش 2 مليون ديال الدرهم تيمكن لهم يستافدوا من الاعفاء ديالهم الكلي من الضريبه المهنيه وكذلك من الضريبه ديال النظافه. الورش الثالث اللي كنا اشتغلنا عليه واللي كانت من التوصيات ديال المؤتمر السابع هي ديال العصرنه ديال القطاع، تتعرفوا القطاع اليوم ديال تجاره القرب عنده مشاكل كبيره مع المساحات الكبرى، اليوم احنا وقعنا اتفاقيه مع الوزاره الروسيه على اساس العصرنه ديال القطاع والرقمنه ديالو، تتعرفوا بان العالم كله تطور، التجاره في العالم تطورت، لما لا التجاره في المغرب هي تطور، وكذلك اليوم المؤتمر من بين اللي غادي نناقشوها في الورشات داخل المؤتمر هي التنسيقيات القطاعيه اللي غادي نشتغلوا على القطاعات، تتعرفوا بان اليوم النقابه عندها امتداد قوي تقريبا عندها واحد 55 اقليم، وكذلك عندنا مجموعه من القطاعات اليوم ندير لهم تنسيقيات وطنيه ديال القطاعات باش على الاقل نعرفوا المشاكل ديال القطاعات كلها. سلام الحسن منسلة نائب الرئيس النقابه الوطنيه للتجار المهنيين وكاتب جهوي جهه الرباط صاله القنيطره. المؤتمر ديالنا هذا المؤتمر الثامن ديال النقابه العارقه اللي تبنات من سنوات الرصاص الى الان وهي مستمره. عندنا واحد المؤتمر تسويجي تحت واحد الشعار اللي هو المسؤوليه والوفاء وروح المبادره، لان هذه المبادره هي اساسيه اللي بنينا بها العام واحد التتويج ديال واحد المجموعه ديال الحوايج اللي لحقناهم مع الحكومه اللي فيها التغطيه الصحيه اللي هي كانت اساسيه اللي لحقتها النقابه الوطنيه مع التنسيقيه الوطنيه اللي كتعامل معها، كذلك كاين واحد النظام ديال الضريبي جديد اللي هو مريح بالنسبه للتجار وكذلك المهنيين. حنا غنناقشوا هذا التتويج اللي وصلنا وباقي عندنا العمل، اليوم غنمشيو من هنا غننتخبوا في الليل، كاين انتخاب ديال الرئيس لغد ليه كاين انتخاب ديال واحد المجلس الوطني اللي غيجي في بلاص المبادره الوطنيه. شكون هما المرشحين اللي تقدر يقودوا يعني النقابه الوطنيه غير مرشحين؟ مفتوح مفتوح المؤتمر للمرشحين مفتوح، وهذا ما يمكنش انا شكون اللي غنقول لك اللي غيتوج، لا لان المؤتمر اذا ما غتبقاش الديمقراطيه اللي كنقولوا هذا ولا هذا بحال الحمله الانتخابيه قبل الاول، لا كاين المؤتمر كاين انتخاب ديال الرئيس في هذه الليله هذه لغد اللي غتنتخب المجلس الوطني اللي غيجي في غدا، ومن بعد منه غيكونوا واحد النقاش ديال الاوراق التوجيهيه اللي ديال المؤتمر كلهم اللي فيهم هاد التغطيه الصحيه شنو هي العيوب ديالها شنو واخد الطريق ديالها الصحيح، حنا كنعرفوا هاد الشيء راه واخد الطريق، وكذلك الضرائب، وغناقشوا هاد الشيء اللي غنشتغلوا عليه في المستقبل، كاين الرقمنه والعصرنه اللي محتاجينها التجار والمهنيين، وتنتمناو ان المؤتمر يخرج بنتائج مهمه ويكون ونخلي واحد الرصيد المكتب اللي غيجي جديد انه نخليو ليه الرصيد علاش يشتغل ان شاء الله بحول الله. معكم محمد محمد عضو في المكتب التنفيذي ديال النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين، امين المال ديال المكتب الاقليمي ضريبات، عضو في اللجنه الاداريه.
هذا اليوم مؤتمر الثامن ديال النقابة الوطنية اللي عندها من أكثر من 46 سنة، وكل خمس كل أربع سنين تنجدوا تنديروا هذا المؤتمر وتنجدوا فيه المكتب الوطني. والمكتب الوطني اليوم تنعطيو التوضيحات ديال شنو حققنا في هاد الأربع سنين، منها بحال التغطية الصحية اللي اليوم عمات بالجهود ديال سيدنا المغاربة كاملين، منهم هاد القطاع ديال الاقتصاد ديال التجار، وكاين المساهمة الموحدة اللي هي في القانون المالي اللي كان التاجر تيقلب عليها، الحمد لله اللي هي اليوم تعمات التجار الصغار. والملف المطلبي ان شاء الله، الملف اللي هو غادي نخدموا عليه الربع سنين الجاي ان شاء الله، راه غادي ناخذوا في القاعه في المؤتمر مع واحد العدد الاقاليم في المغرب ان شاء الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.